بالبنط العريض اعترف لي بعملة عملتها في أبوك وأمك ومش عارفين، وحتعترف لهم دلوقتي بيها. مفيش مفتاح في البيت ما كنتش عامل عليه نسخ لأي حاجة في البيت، بالصابونة زمان. حتى مفتاح الخزنة؟ حتى مفتاح الخزنة يا فندم. بجد؟ والله بقول حرامي قديم، ده أنا سبحان من ربنا. يعني انت برضو شقي. لو كنت انحرفت كنت بقيت برضو حرامي محترم، كنت فكيت الديكور ده من غير ما حد يحس. ما بحبش فكره الباب المقفول، يعني ما بحبش ما تجيش جنب، حاجه جنب. ابعد عن المنطقه دي. الممنوع مرغوب. الممنوع مرغوب. لو معاك قلم احمر وبصيت على رصيد كذبك وهقول لك اشطب لي اهم ثلاث كذبات في حياتك، هيكونوا ايه؟ والله يا استاذ وفاء الواحد كذب كتير، يعني اشطب اني ممكن اشطب الصفحه كلها. دكتوراه يعني؟ يعني لو كده اشطب الصفحه بقى واقطع. لا مش كذب، انا مش كذاب، لكن ايه، انا اعرف اوصل للنقطه اللي انا عايزها بطريقه، يعني بعرف حلنجي على فهلاوي على يعني بنحاول، بس هدينا يعني الواحد هدي بقى وكبر واتجوز وخلف، يعني مش بالشعلانه بتاعت زمان. هديت ولا تهديت؟ والله الاثنين. هديت وبتهد. يعني هديت بس بتهد، رغم ان انا يعني مش هادي وبحب الحياه سخنه وسريعه. هديت غصب عني. هديت غصب عني لما الاولاد كبرت. يعني اول ما لقيت ملك 14 سنه وعلي 10 فكان لازم اهت. الولاد بيربوا. الولاد بيربوا. طبعا احلى جمله، وبيربوا صح. خلص التمهيد. ما حسيتش في حاجه. شك الدبوس. شك الدبوس. يلا بينا. يلا. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجه تفوتك.